لو لي الدفاع عن الأستاذ رشل غنوش، أعطيني السياقات تكوينها وأهدافها. يعني هذه اللجنة تم بعثها بعد بلوغ سنة من سجن الأستاذ راشد الغنوشي رئيس البرلمان الشرعي ورئيس الحزب الأكبر في البلاد. هو هذه علامة من علامات الأزمة والمحنة اللي تمر بها تونس. كما أن الأستاذ الغنوشي هو عنوان مكثف لمحنة السجون والديكتاتورية اللي رجعت لها تونس، وعنوان أيضا للتحرر، عنوان من عناوين التحرر والمقاومة. رجل ثمانيني من سجنه صامد يقاوم هذه الدكتاتورية الرعناء ويسميها أيضا بمسمياتها. الهيئة الدولية هذه تضم شخصيات متعددة، شخصيات بعضها كان في مواقع حكم ورؤساء ووزراء، رؤساء وزراء سابقين ووزراء وخبراء وباحثين من جنسيات مختلفة، من الشرق ومن الغرب، من المغرب العربي ومن المشرق ومن أوروبا ومن جنوب أفريقيا. فيها حفيد نيلسون مانديلا، فيها ابن أردوغان، فيها العديد من الشخصيات، فيها الرئيس محمد منصف المرزوقي، فيها عبد الله بن كيران، فيها سعد الدين العثماني، فيها جون فول، فيها جون كين، فيها فرانسوا بيرغا، فيها جون تيليس، يعني العديد من الأسماء الأكاديمية العالمية، نعم تمرسون، يعني العديد من الشخصيات الفكرية والأكاديمية من العالم العربي والعالم الإسلامي ومن الدول الغربية. لكن وهذا كثير منهم أصدقاء يعرفوا يعني الشيخ راشد الغنوشي، مطلعين على أدبياته، وبعضهم حتى ترجم يعني كتب وأدبيات الشيخ راشد الغنوشي التي تدرس في أقسام العلوم السياسية والعلاقات الدولية في العديد من الجامعات الغربية. هي بالمناسبة أهدافها إطلاق سراح الغنوشي ورفاقها السجناء، يعني تمام، هي المطالبة بإطلاق سراح الأستاذ راشد الغنوشي دون قيد أو شرط، وإعادة الاعتبار له باعتباره رمز من رموز الفكر والسياسة، ليس في تونس فحسب، في العالم الإسلامي وحتى ما هو أوسع من العالم الإسلامي. أنا قلت فكر الأستاذ راشد الغنوشي وأدبياته ترجمت العديد من اللغات وخاصة للغة الإنجليزية، وتدرس لطلبة الدراسات العليا في العلوم السياسية والعلاقات الدولية وفي الدراسات الإسلامية والدراسات الشرق أوسطية وغيرها. فإعادة الاعتبار لهذا الرجل باعتباره يعني رمز من رموز السماحة الفكرية والسياسية ومدرسة الإسلام الديمقراطي، الإسلام الذي يعني يوائم بين المتطلب ثوابت الإسلام وقيم الحرية والكرامة والديمقراطية، وإطلاق سراح كل المساجين يعني دون قيد أو شرط. لكن هذا الحضور الدولي وهذا التعاطف الأكاديمي والرسمي الدولي لم يحل دون سجن الغنوشي بعد سنة كاملة من السجن، وتعرف فيه 3 بطاقات إيداع وزوز أحكام سجنية. لماذا فشلت هذه الجهود؟ لأن هذه الدكتاتوريات، هذا النمط من الدكتاتوريات لا تتحمل القامات الفكرية والسياسية. يعني شفت أنت شخصية من الشخصيات العامة الوازنة ما استهدفهاش قيس سعيد، كل الشخصيات إما استهدفها بالسجون أو خرجت للمنافي. ما يحتملش هذا النوع من الدكتاتوريين، خاصة يتصور نفسه هو مطلع من طينة خاصة، ما يتحملش شخصيات وازنة موجودة بجنبه. وبالتالي يعني إذا في شخصية من الشخصيات العامة اللي عندها وزن، إما أن لازمت الصمت أو ذهبت للسجون أو ربما تنتظر السجون أو في المهاجر وفي المنافي. طبعا مشكلة قيس سعيد أنه يبث ولا يتلقى، يعني يبث ولا يسمع، معناها لأنه خارج عالم السياسة. هو بالنسبة لي هو معناها ماشي في طريق واحد، طريق واحد لا رجوع إلى الوراء، لا رجوع إلى الوراء معناها هو ماشي هذه البلاد الهفوف، معناها لا رجوع إلى الوراء معناها ماشيين إلى الهاوية ومزيد التمادي في السير نحو الهاوية. هذا وضع تونس الآن.